اخر مره فاز فيها المقاولين العرب بكاس مصر 2002 2004 2006 2004 صاحب هدف منتخب مصر بنهائي افريقيا 2017 امام الكاميرون. كاميرون النني. نهائي مونديال 90 كان بين مين ومين؟ كنتش اتولدت والله. اديك اختيارات. ماشي. المانيا والارجنتين. المانيا واسبانيا. المانيا وايطاليا. حاسس المانيا وايطاليا. اتنين اخوات لعبوا سوا في فريق اوروبا. حسام حسن وابراهيم حسن. الواقعه بتاعت زيدان وماتيراسي كان نهائي مونديال سنه 2006. انت معاك كوره ورايح على الجول وهتعمل ثرو ولازم الكوره دي تدخل جول والحكم يصفر بعدين. في لاعب بيجري من جنبك فاتح لك ده هتحطها له وهينفرد. تحب مين يكون اللاعب ده؟ محمد صلاح. اتنين رايحين على المرمى بتاعك مفيش غير مدافع واحد بس زميلك ولازم الهجمه دي تبوظ. مين المدافع اللي تتمنى يكون موجود في الموقف ده اللي هيفسد خطوره الهجمه؟ وائل جمعه. كريم طارق داخل يسدد ركله الجزاء والكره دي لازم تدخل. مين الحارس الوحيد اللي ما تتمناش يكون واقف قدامك؟ احمد الشناوي. اهلي او زمالك فريقك هيلعب ماتش مصيري ولازم يحقق فيه نتيجه ايجابيه، تختار تلاعب مين؟ الاهلي ولا الزمالك؟ الزمالك. هيحصل اشتباك بينك وبين لاعبي الفريق المنافس وفي لاعب وحيد من فريقك بيجري ناحيتك عشان يقف معاك ويدافع عنك، تفضل مين يكون اللاعب ده؟ ابو جبل. ماتش مهم جدا وطلب منك تلعب في مركز مش مركزك وباختيارك انت، تختار مركز ايه؟ باك ليفت. صحيت من النوم لقيت نفسك بتحلم ولقيت نفسك لسه متخرج من الكليه ولازم تختار الكارير اللي تشتغل فيه ومفيش كوره، هتشتغل ايه؟ طيار. جمهور بيخوفك وانت بتلعب قصاد فريق. جمهور الاهلي. مدرب كنت بتخاف ترد عليه او تخالف تعليماته. كابتن حسام حسن. لاعب بتقلق من تدخلاته العنيفه. طارق حامد. سرك مع مين من صحابك؟ عمرو طارق. هدف تمنيت ان انت تسجل زي جون محمد صلاح في توتنهام لما كان من جنب كده وراح مرقص الاول والثاني وشاطها في سقف الجون. لاعب معتزل كان نفسك تلعب جنبه. كابتن محمد ابو تريكه.